صور لمحمد لوحده. هو اتصور الصورة بعد 11 فبراير، بعد 11 بعد التنحي. للولد اللي أخده قال له عايزك تبعت تقول لماما ما تزعليش، ما تزعليش مني وهتوحشيني، وسكت. فالولد جه قال لي، فأنا دخلت قلت له يا محمد أنا مش زعلانة منك يا حبيبي، أنا مش زعلانة منك، ده أنت راجل، أنت راجل، بس أنا كنت بحاول أقول لك لأ عشان عارفة المجرمين مجرمين مجرمين وظلمة. هو أكد لنا إن استحالة هو يحقق لنا مطالب الثورة، هو جاي يحقق مطالب معينة تخص فعلا عشيرته، الشعب اللي هو قسمه اتنين، تخص شعبه واللي يخصه، أما الشعب بتاع الثورة لسه هيفضل في ثورة. الطريق السياسي مسدود امام تغيير هذا الدستور، اما بالنسبه للطريق الثوري فهو المسار الوحيد الذي نملكه حتى نحاول اسقاط هذا الدستور وعمل دستور جديد يعبر عن الثوره. Definitely there will be more unrest. There will be probably more violence, and there may be a new revolution. And everybody is waiting for the 25th of January, which is the second anniversary of the Egyptian revolution. And I think depending on the massing or the size of the demonstrations on the 25th, the regime may finally change its course. So far, the regime, the Morsi regime, has been stubborn and does not want to show any signs of retreat.